غيرت هذه المشاريع الزراعية التي أدخلت حديثاً إلى منطقة الريحانية جنوبية تركيا عبر المزارعين السوريين كمية الإنتاج ونوعية المحاصيل، وذلك بعد سنوات من العمل المستمر والتجربة. فلنتابع. أول ما أجينا على منطقة هاطاي على القوم اللي نحن أجينا زراعة قطن، تميت 4 سنين بزرع قطن. زراعة القطن والمكشوفة يعني أنا خسرت فيها بالأيدي العاملة وبعدين بيني وبينك يعني زراعة شوي متعبة، يعني الزراعة المكشوفة أو البرانية من ناحية الحشرات، من ناحية الأمراض، من ناحية كل شيء. وقفت الزراعة المكشوفة وجيت على الريحانية، كنت أنا أول واحد تقريبا يعني بالسوريين أسست المشروع الزراعة المحمية واشتغلت فيه. ففرق كبير بين الزراعة المحمية وبين الزراعة المكشوفة، ما بتحسن يعني تقارنه خالص نهائيا. بالنسبة للإيد العاملة أخف من الزراعة المكشوفة، بالنسبة للسماد أخف، بالنسبة للأمراض أخف، والإنتاج والمردود أحسن من الزراعة المكشوفة بكثير، ما تتقارن يعني خالص نهائيا بالنسبة للزراعة المحمية والزراعة المكشوفة. طبعا بكل الاتجاهات، إن كانت مثلا بندورة أو خيار أو كانت مثلا كوسة أو فليفلة أو فستق، فهذا الشيء اللي صار. ونحن هون أول ما أجينا حتى لهون على منطقة المنطقة هاي منطقة الريحانية، يعني هون أهلها بيزرعوا فستق وبطاطا وبصل وحنطة درة، محاصيل اسمها اللي بيزرعوها. نحن أجينا لهون وأسسنا المشاريع المحمية والحمد لله، والله يعني كويسة كتير، ألف الحمد لله. يعني الزراعة المحمية هي أفضل من الزراعة المكشوفة. ليش؟ الزراعة المحمية مبدأ أنك تنتج خضار في غير موسمها، وهذا الشيء بيعمل جدوى اقتصادي للمزارعين. يعني اليوم بالنسبة للزراعة المحمية، قبل 2017 ما كان في أي مشروع زراعي محمي في اجوا المزارعين السوريين هنون طبعا وعملوا بيوت محمية، بلشوا في دلهم دلومين والمساحة في ازدياد. الجدوى الاقتصادي فيها أفضل كونه بتكون مساحات قليلة في مردود أعلى، والفكرة أنك تنتج خضار في غير موسمها. يعني بالزراعة المحمية أنت اليوم بيكون في بداية الربيع مثلا متوفر عندك الخيار والبندورة، في الخريف في الشتاء كمان تتوفر البندورة والخيار. ونحن اليوم في منطقة الريحاني، يعني عدد سكانها تقريبا 250 ألف نسمة، ما كان المنتج الخيار البندورة كان يجي من غير ولايات، يعني يجي أغلى كذا. فلما صارت الزراعة المحمية هون عملت شوي اكتفاء ذاتي للبلد، يعني ولو شيء بسيط لكن حققت شوية اكتفاء ذاتي. اليوم حاليا لأنه الجدوى الاقتصادي تبعها مربحة بتلاقي المزارعين تقريبا صار في 100 أو 200 بيت محمي يعني بالريحاني. ليش؟ هذا إذا دل على شيء بدل على أنه الجدوى الاقتصادي والربحية فيها كويس يعني مرتفعة. يعني نحن اليوم كمان بيجينا بعض المزارعين الأتراك، وتقريبا في 2 أو 3 من ضمن المزارعين السوريين طلبوا استشارتنا وسألونا على المردودية كذا ونصحناهم، يعني ما قصرنا معهم وحتى عم نشرف لهم على المشروع، يعني كوني أنا مهندس زراعي. لا، المشاريع كل سنة في ازدياد، يعني كل سنة في عندك تقريبا دلومين أو 3 في ازدياد.